السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صغاري مرحبا بكم إلى درس جديد من سلسلة الدروس عن بعد مادة اللغة العربية. مكون اليوم إن شاء الله هو القراءة. عنوان الدرس هو لعبة مسلية. لعبة مسلية هو عنوان الدرس إن شاء الله. إذا أول شيء صغاري نبدأ بالكلمات البصرية، لأن هذه الكلمة يجب أن تحفظ وتركب في جمل شفهية. كلمة الأولى الذين، كلمة الثانية اللاتي. إذا الذين واللاتي هي أسماء موصولة للذين في جماعة من الذكور، واللاتي في جماعة من الإناث. أقول الذي، اللذان، الذين، التي، اللتان، اللاتي. أحسنتم. كلمة أخرى بينما، بينما أرتبها في جملة. أقول مثلا الأطفال يلعبون بينما حمزة يجلس وحيدا. كلمة أخرى اللعب، اللعب. كلمة أخرى الحفل، الحفل. أخرى البهلوان، البهلوان. كلمة أخرى أحتفل، أحتفل. كلمة أخرى أضحك، أضحك، أضحك. كلمة أخرى أغني. كلمة أخرى أرقص. ثم كلمة أخيرة أمرح، أمرح. إذن هذه هي الكلمات البصرية. أعيدها: الذين، اللاتي، بينما، اللعب، الحفل، البهلوان، أحتفل، أضحك، أغني، أرقص، وأخيرا أمرح. أحسنتم صغاري. إذا قلت هذه الكلمات نركبها في جمل شفهية. إذا صغاري بعد الكلمات البصرية نمر إلى ملاحظة الصورة. إذا نستخرج مكونات هذه الصورة. ماذا تلاحظون في الصورة؟ نعم، 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 هناك ورقة. نعم ورقة، الطفلان يحملان ورقة. ماذا أيضا؟ نعم ساحة، نعم ساحة، الأطفال يتواجدون في الساحة. نعم هناك أيضا منازل. ماذا أيضا؟ كرسي. ماذا أيضا؟ ورود. نعم ماذا أيضا؟ هناك أشجار. هناك أيضا ماذا أيضا؟ لاحظوا جيدا، هناك حاسوب. إذا الطفل يحمل في يده حاسوب. ماذا أيضا؟ أطفال. إذا هناك مجموعة من الأطفال في ساحة. إذا أحسنتم صغاري. إذن صغاري بعدما لاحظنا الصورة واستخرجنا مكوناتها نمر الآن إلى عنوان النص. عنوان النص هو لعبة مسلية. لعبة مسلية. ما معنى مسلية؟ ما معنى مسلية؟ أحسنتم صغاري. المسلية هذا تعني انتظر. ممتاز. مسلية هي ممتعة، ممتعة. إذا نقول لعبت لعبة ممتعة أي مسلية. إذا بعدما شاهدنا مكونات الصورة وقرأنا العنوان لعبة مسلية، ما هي التوقعات التي يمكن أن نتوقعها؟ إذا حول ماذا سيدور النص في نظركم؟
حول ماذا سيتحدث أو سيدور الناس في نظركم؟ سيتحدث الناس في نظركم عن أحسنتم، وربما ستدور أحداث النص حول ساحة المدرسة. ربما ستدور أحداث النص حول ساحة المدرسة، أو ربما ستدور أحداث النص حول لعبة في الحاسوب. نعم، أو ربما ستدور أحداث النص حول لعبة مسلية، حول لعبة مسلية أو ممتعة. إذن سنرى هذا لاحقا ونتأكد من أيهما الفرضية الصحيحة. إذن صغاري، نمر الآن إلى قراءة النص. إذا استمعوا جيدا سأقرأ لكم النص. إذن الأطفال في الساحة يلعبون، أما خالد فكان يجلس وحيدا أمام الحاسوب. نادته رباب: تعال العب معنا. خالد: لا، أنا ألهو بلعبة جميلة على شاشتي. رباب: جرب وسوف تسعد كثيرا. خالد: حسنا، سأنضم إلى فريقك. رباب: علينا أن نجد الكنز المفقود. نتبع الإشارات لنصل إلى الكنز. خالد: إنها لعبة مسلية. إذا صغاري، بعدما استمعنا للنص سأعيده مرة أخرى لنسمعه جيدا. الأطفال في الساحة يلعبون، أما خالد فكان يجلس وحيدا أمام الحاسوب. نادته رباب: تعال العب معنا. خالد: لا، أنا ألهو بلعبة جميلة على شاشتي. رباب: جرب وسوف تسعد كثيرا. خالد: حسنا، سأنضم إلى فريقك. رباب: علينا أن نجد الكنز المفقود. نتبع الإشارات لنصل إلى الكنز. خالد: إنها لعبة مسلية. إذا صغاري، بعدما استمعنا إلى النص نمر الآن إلى بعض الأسئلة لأرى من كان ينتمي إن يسمعني وينتبه معي جيدا. إذن السؤال الأول: ما اسم الطفل الذي يجلس وحيدا؟ نعم، أحسنتم، اسم الطفل الذي يجلس وحيدا هو خالد. نعم. سؤال ثاني: ما اسم الطفلة التي نادت خالد؟ ما اسم الطفلة التي دعته ليلعب معهم؟ نعم، ممتاز، اسم الطفلة التي نادت خالد هو رباب. نعم، اسم الطفلة هو رباب. سؤال ثالث: بماذا يلعب خالد؟ بماذا يلعب خالد؟ نعم، يلعب خالد بالحاسوب. سؤال آخر: هل وافق خالد على الانضمام إلى الفريق؟ نعم، أحسنتم، نعم، وافق خالد على الانضمام إلى الفريق. إذن صغاري، الآن سأقرأ لكم النص مع شرح بعض الكلمات وأنتم تتابعون معي باستعمال الأسطر وتقرؤون معي في نفس الوقت. إذن صغاري، نعم، النص. إذن: الأطفال في الساحة يلعبون، أما خالد
فكان يجلس وحيدا أمام الحاسوب. نادته رباب: تعال العب معنا خالد. لا، أنا ألهو بلعبة جميلة على شاشتي. رباب: جرب وسوف تسعد كثيرا. خالد: حسنا، سأنضم إلى فريقك. رباب: علينا أن نجد الكنز المفقود. نتبع الإشارات لنصل إلى الكنز. خالد: إنها لعبة مسلية. إذا أول كلمة سنشرحها هي: قال خالد أنا ألهو بلعبة. ما معنى ألهو؟ نعم، أحسنتم، ألهو هي ألعب. نعم، ما معنى سوف؟ قالت رباب سوف تسعد كثيرا. ما معنى تسعد؟ نعم، أحسنتم، تسعد هي تفرح. سوف تسعد أي سوف تفرح. إذن المفقود، ما معنى المفقود؟ الكنز المفقود. نعم، ممتاز، الكنز الضائع. نعم، مفقود أي ضائع. ثم مسلية سبق أن شرحناها وهي ممتعة. أحسنتم صغاري. إذا صغاري، بعدما قرأنا النص وشرحنا بعض الكلمات، نمر إلى استخراج شبكات بعض الكلمات. الكلمة الأولى التي سنستخرج شبكتها هي الساحة. إذا ماذا يمكن أن أجد في ساحة المدرسة؟ نعم، أشجار. ماذا أيضا؟ أحسنتم، ألعاب. ماذا أيضا؟ ذكر جيدا. نعم، ممتاز، كرسي. ممكن أن أجد في ساحتي كرسي أو كراسي. ماذا أيضا؟ نعم، ورود. ممكن أن تكون هناك أغراس أو ورود أو شجيرات إلى غير ذلك. نمر الآن بعد شبكة الكلمة إلى استخراج عائلة الكلمة. إذن لعبة، لعبة، لعبة أي لعبة وانتهى. إذا كان لا زال يلعب ماذا أقول؟ نعم، يلعب. إذا أردت أن أمر أحدا باللعب ماذا أقول له؟ ممتاز، العب، العب. نعم صغاري، من يلعب؟ من؟ فكروا. نعم، إنه لاعب. لاعب أين يلعب اللاعب؟ في؟ نعم، نلعب. ممتاز، بماذا نلعب؟ ممتاز، باللعب، باللعب. أحسنتم صغاري، حسن جدا. ونكتفي بهذا القدر ونلتقي في حصة لاحقة إن شاء الله. أتمنى أن تعم الاستفادة ونلتقي قريبا إن شاء الله. إلى اللقاء.